السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعين وعد الخير شروحات ومنورات، أسعد الله مساءكم بكل خير أينما كنتم. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد وعن شرح إزاي تخفي اللايك والديسلايك للفيديو بتاعك وبطريقة جدا. هتدخل طبعا كالعادة على قناتك من على جوجل كروم، تفتح جوجل كروم وتدخل على قناتك، هتظهر لك القائمة بتاعت قناتك هنا زي ما انتم شايفين على اليمين اهي، فيه الصورة بتاعتك وفيه اربع مربعات صغيرين، وفيه تاني خيار اللي هو علامة الفيديو، بتضغط عليها بتجيب لك كل الفيديوهات اللي عندك في القناة. هتظهر هنا معاك الفيديوهات، هتشوف انت الفيديو اللي عايز تلغي ليه اللايك والديسلايك وتضغط عليه. هنا في مربعات، مربع جنب كل فيديو بتضغط عليه بيتعمل عليه علامة صح، وبيظهر لك هنا شريط أسود فوق بتختار منه كلمة تعديل بتضغط عليه، بتظهر معاك القائمة دي فيها العنوان والوصف والعلامات ومستوى العرض ومشاهدات المنتدى والجمهور والكلام ده كله. في تحت خالص قبل الأخيرة تقييمات المستخدمين بتضغط عليها، وتضغط على تقييمات المستخدمين. اول ما تضغط على تقييمات المستخدمين بتظهر لك هنا مستطيل، بيظهر لك مستطيل هنا. اول ما تضغط على تقييمات المستخدمين ومكتوب فيه كلمة القيمة الجديدة تفعيل، بتضغط على السهم، في سهم في المستطيل، في خيارين بيظهروا لك تفعيل ولا ايقاف. ايقاف كده انت معناها بتلغي اللايكات في الفيديو ده، ما تظهرش لايكات ولا ديسلايكات للفيديو. لو انا عايز افعلها وخلت اللايكات والديسلايكات ظاهرة بدوس على تفعيل، بعد ما اضغط تفعيل او ايقاف بروح هنا باخد الشاشة ناحية اليمين وبيظهر لي هنا تعديل الفيديوهات، بضغط على تعديل الفيديوهات وكده بيتم حفظ الخيار اللي انا اخترته. يقول لي انت على وشك تعديل الفيديوهات التي اخترتها وهذا اجراء نهائي لا يمكن التراجع عنه، ادرك تبعات هذا الاجراء. يقول لك ادرك تبعات هذا الاجراء، يعني هل انت عايز تخفي وموافق او لا. وظهر لك مربع هنا صغير بتضغط عليه بيحصل علامة صح، وفي كلمة الغاء وتعديل الفيديوهات بالازرق اهي، بتضغط على كلمة تعديل الفيديوهات وهنا بيقول لك تم الحفظ، جاري تعديل الفيديو، يمكن الانتقال الى صفحة اخرى. كده تم تعديل الفيديو. طيب خلينا نروح نشوف الفيديو هل ظهرت فيه التعليقات ولا اختفت. نفتح اليوتيوب وندخل على الفيديو اللي احنا عملنا تعديل عليه، بضغط على قناتي وبخش على الفيديو اللي انا اخترته. انا كنت مختار فيديو الجيش، هنشوف فيديو الجيش، نفتح نشوف التعليقات ظاهرة ولا مختفية. السلام عليكم. زي ما انتم شايفين انا كنت خافي التعليقات بتاعة الفيديو وظهرت عندي اسف اللايكات، انا كنت خاف اللايك والديسلايك للفيديو، دلوقتي ظهر معايا عندي 38 لايك على الفيديو، انا كنت خفيهم ما كانوا ظاهرين للمشاهدين خالص. زي ما حضراتكم شفتوا الشرح، شرح بسيط وسهل. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك واشتراك في قناة وعد الخير منوعات، هنكبر بيكم ومعاكم، ادعمونا وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.